وأكد رئيس لجنة الوساطة في محادثات السلام السودان توت غلواك لسكاي نيوز عربية اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على الاتفاق النهائي بين طرفي المحادثات في جوبا في 3 أكتوبر الجاري. يوم السبت الجاي نشهد توقيع اتفاق السلام السودان الكبير، يشهد كل الوفود من كل الدول المشاركين فيه، ونحن ونشكر كل أخوانا شاركونا في تفاوض دولة الإمارات وحكومة الشعب من سعد السموه والرسولين وابدع عالي جدا على مستوى، كان وجودا كويس جدا في تفاوض مشاركته فعليا، ولحد ما وصلنا لاتفاق النهاية ودعم محقولة ومحضورة، ونحن دولة شاد شريك ومصر العربية من أهم الدول شاركونا في تفاوض جوبا ودورا مع وسادة، شارك كل ما إيوار مع أخوانا حاملين السلاح لأن ما وصلنا للاتفاق. معنا من جوبا مراسلنا خالد عويس للحديث أكثر عن هذه المناسبة الكبيرة بالنسبة للسودان، بالنسبة لجوبا وبالنسبة للفصائل الأخرى. كيف يتم الإعداد لهذه المناسبة خالد إلى الآن؟ ماجد، الاستعدادات كبيرة هنا على المستوى الرسمي في جنوب السودان وكذلك على المستوى الرسمي والشعبي في السودان. وصل عدد من المسؤولين السودانيين، قبل قليل وصل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وكذلك عدد من الوزراء السودانيين، وصل كذلك وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. شهدنا اليوم وأمس اجتماعات مكثفة بين الحركات المسلحة والوفود الحكومية أيضا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات ومراجعة نصوصها. طبعا هناك أيضا استعدادات تجري في ميدان الحرية هنا في جوبا من أجل حفل التوقيع النهائي يوم السبت في 11 مساء صباحا بالتوقيت المحلي. المستشار الأمني للرئيس حكومة جنوب السودان توت غلواك كشف اليوم عن وصول عدد من الرؤساء ورؤساء الوزارات ووفود رسمية رفيعة المستوى من المحيطين الأفريقي والعربي، رؤساء تشاد، كينيا، يوغندا سيحضرون هذا التوقيع، كذلك رئيساء وزراء مصر وإثيوبيا. هناك وفود رسمية كبيرة أيضا من الإمارات والسعودية. المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث أيضا سيحضر هذا التوقيع، وسيخاطبه على الأرجح الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو. نعم ماجد. نعم، إذن كان معي من جوبا مراسلنا خالد عويس.